ارتفاع معدل التضخم لأسعار المستهلكين في السعودية بـ 2.4% على أساس سنوي في شهر أكتوبر، وهو أعلى معدل منذ بداية العام. خلال معرض دبي للطيران، طيران ناس تتفاوض لشراء 100 طائرة لدعم اسطولها خلال 10 سنوات المقبلة. نمو متواضع في الأرباح الفصلية لشركة أمريكانا في الكويت. الصين تسجل قفزة كبيرة في الإنفاق الحكومي خلال الشهر الماضي.